بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق 22 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس المغفور له الشيخ راشد بن محمد الخليفة، وكؤوس شركة باتيلكو وكأسي بيت التمويل الكويتي وكأس نادي الفرسان البريطاني، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وممثلو الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس شركة باتيلكو للشوط الخامس من الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة باتيلكو، بعد فوز جواد سموه كارتاغو بالمركز الأول في الشوط الخامس، فيما قدم الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة كأس باتيلكو للشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس باتيلكو للشوط السادس إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، فيما قام الشيخ سلمان بن راشد بن محمد الخليفة المدير التنفيذي بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس المغفور له الشيخ راشد بن محمد الخليفة إلى المضمر الفائز هاشم الحداد، ثم قام السيد محمد فهمي حمد مدير تنفيذي ببيت التمويل الكويتي بتقديم كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز آلين سميث، وكأس الشوط السابع إلى رائد البعينين، فيما قدمت حرم سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين كأس نادي الفرسان البريطاني إلى المضمر الفائز محمد سعيد. هذا واشتمل السباق على 7 أشواط.